اهلا ومرحبا بكم كاملين، معكم اسيا واليوم غادي نقدم لكم واحد لو نوفو برودوي، ان روبو مولتي فونكسيون ماجيك واللي هو كوكتوم. كوكتوم هو ان روبو آلي للطبخ وجهاز ذكي متعدد الاستعمالات والاستخدام ديالو سهل. وكيف ما كنعرفوا كاملين ان هذا النوع ديال الروبو رجعوا ضروريين في مطبخ كل سيده. وكوكتوم كيسهل لك تحضير الوصفات الصعبه بجوده عاليه وربح وتوفير الكثير من الوقت. ودابا غادي ندوزو نتعرفوا على الكوكتوم روبو عن قرب ولي زاكسيسوار ديالو. فاول حاجه كاين هاد لاباز، كاين لو بولونينوكس، وكاين هاد لو بانيي دو فابور اللي كيتكون من جوج ديال القطع. وعندنا هاد لام اكاتر كوتو، الفوي، لا بال دو ميلونج، هاد لا سباتول، هاد لو ديسك بور كوبي اي ترونشي، هاد لو بانيي ديال الطبخ، وهاد الكوبلي. وهاد الاكسسوارات كاملين مصنوعين من بلاستيك غذائي سون بيسفينول بي بي افري. ودابا غادي ندوزو ليكرون تاكتيل ديالنا اللي من خلالها كنحضرو وصفاتنا بكل سهوله. في لافيشاج ديال ليكرون ديالنا كاين دي روسيت اوتوماتيك، كويسون مانيوال، بروغرام اوتوماتيك، والميزاجور ديال لي روسيت ديالنا. دابا غادي نختارو مثلا دي روسيت اوتوماتيك. غادي نلقاو لي روسيت باغ اوردر الفابيتيك ولا كاتيغوري. هنايا عندنا لي ديسير، لي بواسون، لي سوب مثلا. غنختارو كريم دو شامبينيون. كنلقاو هنايا لا روسيت ديالنا، لي زانغغيديون ديالها، لا بريزونطاسيون ديال لا روسيت، هنايا لاستوس دو شيف، وهنايا لو ماتيريال اللي غادي نستعملو. وهنا كنبداو تحضير الوصفه ديالنا. هاد لوبسيون كنتبعوا فيها لو روبو خطوه بخطوه حتى لنهايه الوصفه اللي كنحضروها. هنايا لي زانغغيديون ديال لا روسيت، هنايا لا بريزونطاسيون ديال الروسيت، هنايا لاستوس دو شيف، وهنايا لو ماتيريال اللي غادي نستعملو. وهنا كنبداو التحضير ديال الوصفه ديالنا. فهاد لوبسيون كنتبعوا الروبو خطوه بخطوه حتى نهايه الوصفه اللي كنحضروها. دابا من بعد ما سالينا لي روسيت اوتوماتيك كندوزو للكويزون مانيوال. هنايا فين كتقدري تحضري لي روسيت الخاصين بك. في لافيشاج كنلقاو هنا درجه الحراره ديال الطبخه، هنا التوقيت اللي تقدري تحطي عليه الطبخه ديالك، وهنايا السرعه ديال الطبخ. ودابا غادي ندوزو لي بروغرام اوتوماتيك. هنايا في كنلقاو لي فونكسيون اللي كي يديرهم الغوبو ديالنا، مثلا العجن، البخار، الخلط، الغلي، التقطيع، الطحن، التنظيف الاوتوماتيكي، وايضا كنتوفروا على ميزان اللي نقدروا فيه نعبروا المكونات ديالنا بكل سهوله. وهنايا الميزاجور ديال لي روسيت. هنا لو روبو كيتوفر على خاصيه الواي فاي، يعني اشاك فوا تقدري ديري الميزاجور لو روبو وتضيفي وصفات جداد. كوكتوم كيعطيك الفرصه تحدي نفسك كل يوم وصفات جديده، كيبسط ويسهل لك الحياه في المطبخ، وكيوفر لك المزيد من الوقت باش تحضري العديد من الوصفات العالميه والمغربيه ليك ولعائلتك. فما ترديش انك تاخذي الكوكتوم، خاصه وان الثمن ديالو مناسب جدا. مع كوكتوم متعه الطبخ الحقيقيه.